القوم إني لكم مصلح أمين وأن اعبدوا الله واتقوه لعلكم تفلحون وإني أدعوكم. هاي خطبة مو دعاء. عاشت ثورة تشرين العظيمة. نعم لحشدنا المقدس والبيشمركة. طبعا البيشمركة جزء من الجيش القوات الأمنية. حصل اعتداء وشد مما ادى الى اصابتي بغيبوبه. فما عندي وسيله في رفع الجلسه الا في عمل حركه وهو ان يكون هناك نوع من الاضطراب في المجلس ولا يستطيع رئيس الامانه ان يسيطر على هذا الاضطراب فيرفع الجلسه.